انا احترم مواقفك ورائك. عندي سؤال حب تجاوبني عليه بكل صراحه، شنو السبب اللي خليك تعمل برنامج كيما البرنامج هذا؟ فقط نحب نفهم. باه، على خاطر قبل كل شيء انا راني اليوم اول مره نحكي. ثلاث مرات تعديت في حياتي، تعديت مع دوامه وتعديت في برنامج اخر خلال العام، هذه ثالث مره ونرفض. وراه حتى قبل ما نجي لهنا جاتني مرتين، لانه عندي موضوع كبير قاعد نحكي عليه ما حبيش يمشي للاعلام، احتراما للبلاتو هذا واحترام اللي كنتي عليه، خاطر عندي ثقه فيك باش يتعدى كلام، لاني كان نمشي قناه اخرى مش يتعدى كلام. لا لا، يتعدى كلامكم قص منه حتى على خاطر يخاف. انا راهو كي يجيني ضيف يبدا يحكي نقول له هذه راهو باش نقصها لك، راني نقصها له ونقول له راني باش نقصها لك وتتقص. اما كي نقول لك راني ما نقصها لكش وراسك انت ما نقصها لكش، وكان نقص حاجه الا اذا كانت تخليني مدعات معناتها تحت طائله القانون وقتها نقصها. معنى تذكر لي اسامي تتهم اشخاص نقول لك راني نقص. انا ما نذكر حتى اسم. اي تفضل. باش ما نشهرش، خاطر قالت اروى قبيله عندهم عائلاتهم وعندهم ناسهم حتى كانوا مذنب، فما القضاء هو يحاسبه وبعد ما يصفي ويتعدى مراحل التقاضي الكل وقت نقولوا عليه متهم ولا مش متهم ولا عمل. انا اليوم عملت حماة الوطن، ورغم اني خذيت برشا ملفات تاع فساد، رئيسي حارب في الفساد، عندي اربع ملفات. نهار اللي ذكرت الملفات هذوما بديت يتمثل البرنامج، انا مرتين جيت نقرر نوقف البرنامج، هذه ما حكيتهاش الجمله. علاش؟ على خاطر فما ضغوطات. انا فما لا لا مسؤول. لا لا دقيقه عاد، لا ما تقول لي ما نقص لك حتى شيء، من عند شكون؟ شكون ضغوطات من مسؤول؟ مسؤول في الدولة، في الدولة شنو؟ وزير، قل لي وزير، كاتب دولة، أقل من وزير، مانيش نسمي الوزارة احترام مؤسسة الدولة، ولكن المسؤول هذا شقال؟ قال لي اخرج من القناة. هكا قال لك اخرج من القناة؟ عنده مشكل مع القناة. اش قلت له أنت؟ قلت له أنا بالنسبة لي عندي حرية، ذي وسيلة إعلامية. قال لك أنا ما نعطيكش، يعتبر وزارته ما تستحقش أنها تتعدى في حماة الوطن، أصلا ظاهر لي ما يعتبرهمش هما حماة الوطن، وقال لك ما نعطيكش 15 مطلب وأربع تذكير ونطلب وموصي جميع الكل وما نتعداش، ونتفاجئ بعد قناة أخرى صديقة ويربي معاهم ويربي يعطيهم. فكرتي لي أنا 15 مرة نصب ما ناخذش فيها ترخيص يصوروا فيها توا والبرنامج مازال ما بداش في قناة أخرى منافسة ونفس فكرة البرنامج. خليه خويا اللي يعمل خير ما يصير. يعطي فكرتي. لا تشكي بيها هاكا هاكا، فما خيانة مؤتمن، فما فكرتك مسجلة، فما جمعية حقوق التأليف. تعرفش علاش نعمل هكا ولا؟ لأني أنا قدمت شكاية وقلت السيد هذا متهم بالفساد ومعينوا شخص الآن متهم وعنده شبهة تآمر على الدولة، والشخص هذا عندي عليه أنا الأدلة، وهاو أنا قدام الناس متحمس وليتي راني مستعد باش نقدم الأدلة اللي عندي الكل، هذا كان ما صارت ليش حاجة. سامحني باش نقول لك راك حطيت يديك درك داخل الى عش الدبابير. مش مشكل، على خاطر سامحني اكثر من الرئيس اللي عملوا. استنى ارزن بلا معنى، مش نخوف فيك ولا نهدد فيك ولا نقول لك تنازل على مبادئك. افصل بين الاعلامي وبين الشخصي وقت تنجم تلقى الثنيه راه. نجاوبك وقت الانسان خاطره اعلامي يولي مهدد وما عادش ينجم يخدم، ما عادش تنجم تخدم لهنا. انا البرنامج حماة الوطن قدمته في قناه اخرى. وخذيت البروميس وبديت نحضر وبديت نصور في التيزر نتاعي. يكلمني مولاي القناه هذيا هاو يسمع فيا ويعرف من سويسرا وعندي كل شيء الاتصال. قال لي برنامجك استقصائي وباش يفضح الدوله وكذا ولا؟ قلت له باش يشكر في مؤسسه الدوله. قال لي سامحني على برا هاو نقول له قناه كبيره. هكا قالك؟ هكا قال لي نتحمس اوليتي. اقسم بالله العظيم يا علي. ما نستغربش، لا ما نستغربش، المسؤوليه عليك انت، معناتها انت انا اليوم وزير داخليه من بن قردين، جبدنا على الملحمه وبن قردين. قال اللي في مجال اعلام فما مرتزق. احنا نعيشوا فيه، نعرف. انت لي هذايا اسمعني. شوف علي، خلي مش ندافع عليه باش نقول كلمه. لا لا. انا حضرت في قناه، انا مشيت للقناه وخدمت فيها. فيها ناس تجيب في فلوس في شكاير. وفيها من بعد فيها هذوما الجمهور وعبيد ماهمش خالصين، والتقنيين مش خالصين اليوم. يعطيه كل الناس وما كهو خويا. باهي ما نجبدوش. شوف شوف اسمعني 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 نزار، نعرفك متحمس برشا، وكان حتى مش انت برك حكيت على الكارتلات، انا حكيت على الكارتيل زاد في مجال الاعلام. ها وحكيت دي كارتيل يرتقي الى مصاف الجرائم المنظمه، معناتها خلينا مش موضوعنا هذا.